قلبي صفر صفر. خالد سليمان، خالد مباراة حلوة يعني من الطرفين، بالعكس يعني أنا كنت أتوقع هناك أن تكون في ايش فيك خالد؟ ما ادري ايش فيك، مره واحده اخذت فت يمين وسهل. لا لاني كنت ادور على معلومه معينه، فالحمد لله خلاص العلم في الراس يعني، تفضل. مش في الكره. اوكي، اللي بقوله ان 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 بختكور ادى مباراه جدا جيده من ناحيه، بدا المباراه بشكل جيد من ناحيه تنظيم الدفاع، ومن ناحيه الشكل الهجومي ركز على الرباعي الموجود في خط الهجوم، سواء كان خامدوف ولا ماشريوف وزير، اللاعب الموجود في الامام وساردور، وترك الباقي الخط الرباعي لمراقبه طبعا المهاجمين الموجودين. بالنسبه للهلال، الهلال ركز على الجهه اليسرى بشكل جيد في التحرك، حاول لعب ما بين الخطوط، بالذات في الربع ساعه الاولى كان ممكن ان يعني يخطف هدف فيها، لكن الصراحه كان في هناك تالق دفاعي موجود من خط دفاع الهلال. نشط الهلال مؤخرا بعد الدقيقه 25، بدا يتحرك الهلال، بدا يكون مؤثر في خط الهجوم. كانت هناك فرصه موجوده كانت ممكن، طبعا اللاعب اللي هو جيفينكو، ايوه اسمه ثقيل شوي، ايوه كانت في فرصه حقيقيه يمكن موجوده بالنسبه له، لكن المباراه ما زالت مالفظه انفاسها. التعادل بالنسبه للمباراه الهلال في وضع طبيعي، بالنسبه للمباراه تظهر تعادل يعني تعزز صدارته كذلك بالنسبه في عدد النقاط. اما الاوزبك اتوقع عليها ان لا يخسر، هو يبحث ان لا يخسر، وان كسب المباراه هو كسب النقاط اللي يبحث عنها، اما عليها ان لا يخسر حتى لا يضع نفسه في وضع يعني ممكن يكون حرج بالنسبه وسام له. انا اشوف شوط اول تكتيكي من مدرب نادي الهلال. ما في شك خالد، شوط جيد من الفريقين. خلينا نتكلم بدايه عن بختكور، هو كان الطرف الافضل، هو كان انتشارا افضل، الاستحواذ قادر على الوصول للثلث النهائي الأخير من الملعب، لكن اللمسة الأخيرة أو التمريرة الحاسمة بالنسبة لبختكور مش موجودة. الهلال في بعض أوقات المباراة كان زين، لكن خالد ينقص الهلال شيء واحد اللي هو عنصر مفاجأة. اليوم واضحين بالنسبة لبختكور، اليوم كاريو ينزل لتحت، سالم ينزل لتحت، التحضير بالنسبة للهلال معروف يعني. خالد التمريرة مثلا نقول من الدوسري لكاريو فريلة، ولا مره شفنا كره طويله ورا المدافعين، ولا مره اجبروا بختكور انه يردون لورا. حتى لو ما اخذت الكره احيانا تجبر الفريق المدافع انه يرجع لملعبه وتبدا عمليه الضغط عليه. فالهلال بالنسبه لي فريق زين، فريق ثقيل، لكن عنصر مفاجاه مش موجود يعني. اي تمريره بالعمق مش موجوده، لازم تلعب باص تمريره تمريرتين للاعب علشان يكون كل شيء واضح. ونفس بختكور يوم هالأندية اذا هاجمتك، اذا كان عندها استحواذ اكثر، لازم انت لما تاخذ الكوره تنقلها في ملعبهم، تكسب المسافات اللي ورا، وبالتالي انت عندك ثقل هجوم كبير بالنسبه للهلال، قادر على الوصول، لكن عنصر مفاجاه مش موجود. تكلم على اصابه الدوسري، يعني هل هذا كلامي صحيح ولا لا لكم الرأي، بس ما تلاحظون أن لاعبين الأوزبك مندفعين باتجاه الدوسري، متجهين باتجاه جيفينكو؟ هاي ستايلهم، هم يلعبون بقوة بدنية كبيرة جسدية، ودائما في الالتحامات هم يعني هم يفوزون في الالتحامات لأنهم أقوى من اللاعبين الخليجيين بشكل عام. لكن خلينا نتكلم عن المباراة خالد، ان المباراة حقيقة مستواها متوسط فنيا، ما في خشونة زايدة يعني، لا التحام قوي، هاي لعبهم التحام قوي، لكن طبيعي. ما في يعني هاي المباراة اشوف هذه تدخل قوي، طيحة في 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 ايضا في لعب في لعبة نفسها ايضا على الهلال، على فريق الاوزبكي، والحكم صفر واستدعى المسعفين لصالح الاوزبك، يعني نتحصل هنا وهناك الكرة. اوكي، خذ انذار، شوف البنيه البدنيه، شوف قوي جسديا، واضح انه قوي.
تدخل قوي يستحق تدخل قوي ممكن لا الحين هاي الثانيه شو نزلته هو نزل على يده مشكله انه كتف مشكله ونزل على كتفه اي طيحته هي هذه طيحه قويه تعتبر صح هذه تدخل عليه هو تدخل بس هي الكتفه ما هي من طيحه دخول قوي طيحه قويه الطيحه هي اللي ادتها اكثر من الدخول لكن هو عامه يعني اللعب الدوري الأوزباكستاني او الفرنس باكستانيه اللعب الخشن يمدون على الالتحامات القويه اي ستايل لعبهم يعني. نرجع للشوط خالد تفضل كيف ادى الهلال الشوط الاول مايد والله اداء متوسط هم ايضا الاوزبك صحيح الاوزبك مستحوذين اكثر لكن بدون خلق فرص بدون تسديد على المرمى ولا تسديد على مرمى الهلال كذلك الـ 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 الهلال يعني يمكن الفرصه الوحيده اللي يتكلم عنها خالد اضاعها الايطالي جوفينكو بإسراب خارج المرمى عدا ذلك الـ 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 واضح ان يعني الفريقين ما عندهم يعني الروح القتاليه وروح الفوز 100% يعني ناقصا حصل الفوز كان بها ايوه ممكن عند الاوزبك اكثر شوي على اساس انه يعني مهما كان هو خسر المباراه الاولى ما يرضى انه يخسر ايضا المباراه الثانيه عدا ذلك حقيقه ما شفنا شيء يذكر في 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 الشوط الاول هل في الشوط الثاني جديد ما ادري حقيقه اذا تبي هدف يسجل وانت صفر في التسديد على المرمى شلون الهدف بيجي هذا الكلام يعني لا تسديده لا من هلال ولا من بختكور في المرمى ولا تسديده يعني هذه يعني يوحي لك ان المباراه موجوده اغلبيه في نص الملعب في وسط يعني اكو يستحوذ الفريق الاوزبكي بس تفنى يعني المباراه اليوم صحيح. توقعنا يمكن المباراه تكون قمه مستوى فرق بين المباراه الاولى وهالمباراه بس فيها. مدرب الهلال قدر يمشيها بالطريقه اللي هو يبغيها نعم. المدربين حتى نعم. مدرب اوزبكستان ساعات يطلع بختكور يطلع شوي يضغط شوي ساعات يدافع من نص ملعب يعني قام شفنا تنويع اكثر من المباراه الاولى اسمح لي مشعل يعني ليش انا اقول مثلا مدرب الهلال لانه هو اللي يعاني من اصابات من غيابات عبد الله وانا قاعد اسيرها بالطريقه اللي انا ابغيها اوكي للظروف اللي مر فيها الهلال إيه؟ انا هاي قصدي عنده فريق يعني عنده انت اليوم يعني ما قاعد نتكلم مساء خالد سلمان يقول اللي تشوف هاي يقول من ناقص من الهلال يعني ما له عذر انه ناقص اوكي ناقص برا الظروف اللي مر بها كل فرقه تمر فيها بس اليوم يعني المستوى اقول لكم مباراه ما ارتقى حتى الفريق الاوزبكي اوكي بيستلم باستحواذ في نص الملعب بيوصل للجول بس بدون ولا تسديده شو الفائده يعني شفنا مباراه محصوره مش مستوى مش مستوى المطلوب يعني اليوم ما شفنا مباراه تفضل طلال لا ما مش على وفق الراي انا اقول المباراه مش مستوى اسم الفريقين يعني اي بس انا معيش الربع بعد انتم يعني لعيبه وقالت لما تعاني من ظروف عندك فريقك مشاكل نفسيه النتيجه للهلال اي للهلال هو مطلوب هاي اللي قصدي يعني اضاف على هذا ترى اليوم مش قوميز اللي احنا نشوفه في كل مباراه مش اطراف اليوم امير كردي مثلا مش والله يعني مقدم المستوى المامول منه الافضليه يعني للهلال لذلك انا ما اعترض في الشوط الثاني الهلال بيقدم اضافه على اللي قدمه في الشوط الاول يستمر نفس الاداء متحفظ ان حصلت له فرصه باعي يحب حلول فرديه بيسجل فقط لا اكثر لكن اما يسيطر على المباراه انه هو يكون صاحب المبادره انه هو اللي ضاغط انه هو الوصول اكثر للمرمى مش حتشوفه بالهلال اليوم ابدا مش حتشوفه المباراه صارت للتعادل لصالحه فعنده نقص غيابات عنده 9 نقاط فلا تعتقد ان الهلال بيعمل اضافه فنيه في الشوط الثاني ما عدا الحلول الفرديه او يقامه نعم. ممكن الفريق الاوزبكي ممكن هو شوي يعني يلعب شوي بالدفاع اكثر يبادر لكن مرت عليه 25 دقيقة أنا أعتقد بنشأة 25 دقيقة الأخيرة بنشوف بنشأة 25 دقيقة ميتة لأنه خلاص كيف الهلال يطلع متعادل في الشوط الثاني أو إيش اللي راح ممكن يحتاج الهلال في الشوط الثاني هل ممكن المدرب يفكر في أنه يطلع يسحب جحفلي مثلا من الشوط بحكم أن جحفلي ترى ما كان له أداء بعد بس جحفلي مدافع أنا عارف أنه مدافع أيه. خالد هم انت لو لاحظت هو الفريق تفضل محمد لو لاحظت الفريق الاوزبكي اليوم مركز على البليهي ومركز على امير صحيح دائما باثنين ثلاث لاعبين يروحون على اليمين ثلاث ليش البليهي ما رجع يودي قلب دفاع يعني ما عنده ما عنده ما عنده ما في حلول ما عنده حلول ما عنده حلول يعني الله عنده بدله بصراحة. تتكلم عن 10 غايبين عنه اليوم شوف خالد انا وجهت نظري ان الهلال يعني بيتم نفس الوضعيه ممكن الواجبات تختلف انه يحاول يحافظ على وسط الملعب ويأمن دفاعه المفروض الفريق الأوزبكي يفعل الهجوم أكثر يعني يضغط في منطقة البوكس يعمل كروسات أكثر يسرع رتمه في الأمامي هو الآن مستحوذ الكرة شوف ينقل بأريحية لأنه ممتلك الوسط لأن رباع الهجوم من فصلته خلاص صار زمام الأمور بالنسبة حق الأوزبك سهل الموضوع لكن ناحية فعالية هجومي الآن من المفترض هو الأفضل يكون أوكي. عنده 4 ركنيات ما استفاد منها 4 تسديدات ولا كرة في المرمى محتاج انه هو
يعني ما تلوم الهلال لما يلعب بهذه الطريقة بهذا النقص بهذه الإحصائية، ما تلومه لأن ظروفه تحتم عليه أنه هو يلعب بهالطريقة ويعتمد على الحالة الفردية. لكن الأوزبك أفضل كمال من ناحية عدد اللعيبة الأساسيين، نعم مفروض يكون فعال أكثر هجوميا، فهو أنا بوجهة نظري هو ما يقامر لأنه عارف أن رباعي الهجوم لو حصل مساحة وحصل حالة فردية راح يتفوق عليه، فهو لحد الآن متخوف بعد ما على النقص بلك متخوف لحد الآن. طيب ما مش ممكن الهلال يسوي في الشوط الثاني بيلعب بنفس المنظومة ولا يتراجع الهلال؟ ما راح يتراجع في للخلف ليترك لو تراجع للخلف يعني بيظل مضغوط في ملعبه طول الوقت من الفريق الأوزبك. الأوزبك أصل بالأساس يعني حتى طريقة لعبه في أداء يعمل الضغط العالي الموجود بالنسبة للفريق المنافس، ينقل فريقه إلى ملعب المنافس بالنسبة له لو تراجع هجوم الهلال. لكن أنا اللي عجبني خالد عملية التنظيم الموجودة حتى الطريقة الدفاعية اللي احنا قلنا الهلال يمتلك 4 مهاجمين من العيار الثقيل، يعني دائما ما يفكرون في النزعة الهجومية. لو شفنا حالات موجودة فنية تشوف حتى غوميز كان متراجع في خط الدفاع في حالات لما ضغط الأوزبك بالذات في بداية المباراة خالد، معناته يعني العمل التكتيكي موجود بالنسبة لرزفان في التعامل مع فقدان الكرة، كيف يدافع الفريق يتراجع، كيف يسكر المساحات، كيف الفريق محترم الفريق الأوزبكي بشكل جيد. لكن الهلال يظل ان عنده الحس التهديفي اعلى من فريق الاوزبكي. أوكي. يعني الفرص اللي انصاف الفرص اللي بتحدث حق الهلال تسجل افضل من الاوزبكي حق الرباعي بالذات. خلنا نقول غوميز او جينكو او يعني المهاجمين اللي تحته افضل من واقوى من الفريق واحنا في الطريق واحنا في الطريق بختكور واحنا بحثنا بالاوزبكي يلا بختكور واحنا في الطريق الى بدايه الشوط الثاني. وسام انت كمدرب تقول حق لاعبينك الان اديتوا اللي عليكم في الشوط الاول الان استمروا، هل هناك بعض التعليمات اللي بتعطيها او توجيهات تعطيها حق لاعبينك في الشوط الثاني، ولا مثل ما قال كابتن خالد سمام شوي الهلال هو الهلال بلاعبينه سياسته طريقته شخصيته اسلوبه نظامه؟ اكيد اكيد في شرح بيكون. انا بالنسبه لي انا اليوم اذا ابي اكسب بختكور انا كهلال ابي اكسب بختكور لازم يكون عندي، ارجع اقول لك عنصر مفاجاه اليوم لازم جوفينكو لازم يكون وراء لاعبين وسط بختكور، لان اليوم الكومبينيشن اللي يصير وراء اللاعبين خالد هذا الثرو باس هذا اللي يميز الهلال اليوم. ولا لعبه ثنائيه للهلال حتى على الاطراف ما في اليوم. سالم ياخذ الكره يدش من صوب الثاني كاريو ياخذ الكره يدش. فانت بالنسبه لك اذا عندك ثنائيات زينه وراء اللاعبين وسط بختكور هذا هي ميزه الهلال اليوم. جوفينكو اذا طلع او طلع يعني فوق لاعبين وسط بختكور ما له اي قيمه، لانه هو قيمته في المهاره الفرديه، قيمته في واحد ضد واحد خالد، اذا كسب اللاعب فتح الملعب بالنسبه له، فبالتالي عنده خيارات اكثر انه يكون امام المرمى. توقعاتك طلال الشوط الثاني؟ والله مباراه صعبه، بس يعني على حسب رتم شاهدناه الشوط الاول مش الفريقين بالمستوى اللي كانوا فيه نفس المباراه السابقه. والله اتمنى على 1-1. يتمون على 1-1. انا اتم على 1-1 اللي نتيجه اللي قلتها في الشوط الاول. أيه. ان في وسام ما قلت توقعك. انا اتوقع الهلال من يعني مباراه تلعب على التفاصيل الصغيره من كورنر من فاول على ما اظن الهلال بيخلصها مثل ما قال مايد من حلول فرديه. صحيح. ولازم انت تيجي لازم توجدها حلول فرديه في النهايه في كره القدم خاصه كور الثابته الحين خالد او فاول او فاولات هل عندك يعني يفرقوا. احنا نتفق مع وسام يعني كمستوى عام فني في الشوط الثاني مش حنشوف يفرق عن الشوط الاول فرديه عند الرباعي الهجوم وكره ثابته، لكن الأوزبك عندهم سيرجيف رقم 11 توقعاتك الشوط الثاني ممكن يدخل الشوط الثاني. توقعاتك الشوط الثاني أقرب للتعادل. عبد العزيز حسن أنا أروح مع بختكور 1-0. خالد سلمان بختكور 1-0. مشاهدينا الكرام إلى أستاذ الجنوب مرة ثانية وأحداث الشوط الثاني الهلال السعودي ونادي الأوزبكي بختكور. خليل البلوشي من أستاذ الجنوب تفضل.